بعض الأحيان يا فندم بيبقى يعني بيبقى لنا لقاءات مع رؤساء اتحادات رياضية مختلفة، وساعات بيبقوا بيكلموا عن إن هم عندهم مشاكل متعلقة بنقص التمويل ونقص الدعم المطلوب عشان يقدر الاتحاد يعني يعمل الشغل المتوقع منه أو المنتظر منه. هل حضراتكم عندكم مشكلة في هذا الإطار ولا أنتم ما عندكوش؟ هو الحمد لله رب العالمين، يمكن الانتشار اللي احنا عملناه في لعبة الكاراتيه وزيادة القاعدة العريضة أصبح عندنا الحمد لله الناحية العملية كويسة ومعقولة، بنقدر نشارك في جميع البطولات على نفقة الاتحاد المصري للكاراتيه، وبكل أمانة يعني يكفي دعم الدولة المعنوي ودعم الدولة المادي في المعسكرات اللي بتتعمل. وطبعا مقابلة فخامة الرئيس للعيب الأبطال ما كانش بيحصل في الألعاب الفردية، فده ساعد على إن اللعيبة كلها لازم تكون أبطال، فإحنا بيهمنا بالدرجة الأولى إن إحنا اللاعب يطلع يتوج يرفع علم مصر، ويتم اتصال معالي وزير الشباب رياضة باللاعب وأوقات التتويج، ويكرم ويهني رئيس البعثة يهني اللاعبين، فده في حد ذاته دعم كبير من الدولة ما كانش بيتم في الألعاب الفردية. كابتن محمد، الدعم المعنوي على راسنا، بس اللي بيفرق هو الدعم المادي. الدعم المادي هنا سواء جاي من الوزارة فهسميه الدعم المادي الوزاري، أو الدعم المادي كسبونسرز وعقود واللي اسمها إيه، رعاية. أخبارهم إيه؟ وطبعا كان في رعاة للاعبين لما كانت اللعبة لسه في الأولمبياد، بعد الأولمبياد طبعا من الكاراتيه شام الاولمبياد اصبح ما فيش رعاه للاعبين الابطال اللي عندي، واحنا لعبه فرديه اساسا. يعني هي السنه اللي انضم سنتين قبل سنتين قبل الاولمبياد كاستعداد وسنه، لكن بعد الاولمبياد طبعا العمليه بقت صعبه، لان اتجاههم دلوقتي لكل الالعاب اللي بتؤهل اولمبيا، فبيدعموا الابطال اللي هم هيؤهلوا اولمبيا دلوقتي، لكن الالعاب الفرديه برضو ما زالت لسه موضوع الرعاه. الكاراتيه من الالعاب اللي كتير جدا من الاهالي اللي عندهم اطفال صغيرين لسه في مراحل سنيه مبكره وبيخلوهم يبتدوا يمارسوا الرياضه، عاده مش بيطلعوا بره السباحه والجمباز والكاراتيه. تمام. فاكيد نتج عن ده ان في قاعده يعني عريضه جدا للاعمار الصغيره. انا بتتعاملوا معاهم ازاي وبتجهزوهم للمستقبل ازاي؟ عندنا بطولات الجمهوريه، في بطوله تنشيطيه وبطوله جمهوريه رسميه. التنشيطيه بنبداها من 5 سنين عشان نشجع اولادنا ان هم ياخدوا ميداليه وشهاده ويبداوا يلعبوا بطولات. بطولات الجمهوريه الرسميه من 8 سنين دلوقتي و10 سنين، ده بنعد بيه المنتخبات اللي هي البراعم اساسا والاشبال، وبعد كده بندخل على منتخب الناشئين والشباب. عندنا اكبر قاعده عريضه هي مصر في الكاراتيه بالنسبه للناشئين والشباب، وخصوصا احنا خدنا اول عالم ناشئين والشباب، مش تاني بقى عالم، اول عالم ناشئين والشباب ما شاء الله. عندنا دوري عالمي اسمه اليوث ليج للناشئين والشباب وتحت 21 سنه في الفجيره في دبي بعد اسبوعين اتنين. مش هتتخيل حضرتك ان اول مره في التاريخ واكبر دوله اشتركت في الدوري ده هي مصر بعدد 280 لاعب. ما شاء الله 280 لاعب بعد اسبوعين هيكونوا موجودين في دبي بيلعبوا الدوري العالمي، عشان حاجه واحده، يبقى عندي لعيبه مصنفه على اجنده الاتحاد الدولي استعدادا لبطوله العالم السنه دي ال20 برضه 24 موجود بطولة العالم للناشئين والشباب، واستعدادا ايضا لاولمبيات الشباب في 26 مصر مشتركه فيها. فبدانا من السنه دي من اول بطوله فيها رانك ان احنا نعد اولادنا، فعندي 280 لاعب طالعين ان شاء الله في الدوري العالمي اللي هو اليوث ليج في دبي.